هاي، يسعد اوقاتكم. عن جد عن جد كتير حلو يجي الواحد على المكان يلي يتعلم ويتدرب فيه. هون من سنين كنت هون اتعلم اتدرب، عملنا مسرح حلو، عملنا مشاهد حلوة، عملنا لحظات حلوة، ضحكنا بكينا تعذبنا سهرنا عرقنا، يا قضينا أحلى أيام. هذا مسرح الشمس بباريس للمدام إريان منوشكين، هذا المطبخ اللي كنا ناكل فيه، وهنيك وراي هلا القاعة اللي كنا نعمل فيها بروفات، وهذا المسرح هون اللي عرضنا فيه، قدمنا وقتها عرض مسرحية جلجامش، وراي هون هذا فيها ملعب كمان. هون هي مستودعات كانت أيام الحرب العالمية، مستودعات أسلحة، اسمها المنطقة هون خرطوشي بشاتو دو فانسين، يعني قصر فانسين. هاي المنطقة خرطوشي من الخرطوش اللي هي كانت تستخدم للأسلحة بالحرب العالمية، حولوا كل مستودعات الأسلحة هاي 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 لمسارح. هون أربع مسارح من أهم مسارح فرنسا، واحد منهم التياتر دو سولي اللي هو مؤسسة ثقافية ومسرحية أكثر ما هو مسرح. الناس هون بتتعلم، بتجي من كل أنحاء العالم بتدرس وبتعمل عروض. قضيت أنا فعلا فعلا أحلى وأمتع أيام حياتي هون، مثل الأيام الحلوة اللي قضيتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالشام. ما في أحلى من الذكريات، ما في أحلى من وقت بيرجع الواحد هيك لهالأماكن الحلوة. بكرة هنين عندهم افتتاح مسرحية جديدة كمان بمسرح الشمس، فالله يعطيهم العافية، بتمنى لهم التوفيق، وأنا من هون بقول لكم يسعد اوقاتكم. باي.